دكتور سعود الجعيد، أخصائي أمراض جلدية وليزر السعودية. سمعت عن من واحد من أصدقائي عن المركز هذا، ويعني جيت قريت عنه وجيت، والحمد لله يعني كان المركز كويس ممتازة. الأونلاين موديولز بس مش واضح الصوت كثير، والصور مش ما تتناسب مع اللي يقال من المحاضر، فيعني يبغى لها شوية تنظيم. صراحة التدريب الهاند اون يعني لو زودوا المرضى شوية، لو كان عدد المرضى أكثر كان حيكون الاستفادة أكبر، بس إنه الدكاترة الموجودين والمدربين الموجودين اللي هنا كلهم ناس كويسين وكواليفايد، واستفدنا منهم صراحة التكنيك وال يعني والأشياء التركات الموجودة في الشغلات هذه. بصراحة أنا يعني أشجع إن زملاء يجون اللي يبغى يطور مستواه يجي للمركز هذا، مع إنه المركز يبغانا نكلمهم عن بعض الشغلات اللي هم زي السعر عالي شوي، السعر ما يتناسب مع عدد المرضى اللي المفروض إنك تشتغل عليها. المفروض بدل ما يعطونك مريض يعطونك أكثر من مريض، المفروض إنك يصورونك وأنت تشتغل، وفي نفس الوقت يعرضونها عليك إذا في أخطاء ممكن تصححها مع الدكتور المسؤول عنك. لكن بشكل عام البرنامج كويس، ويعني أرشح إن الواحد يجي هنا صراحة.